عيشة محتاجة لنفس يا راحة زورينا مرة وبس. العيشة محتاجة لنفس يا راحة زورينا مرة وبس. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. من شادي 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 الناس في وادي 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 وأنا في وادي 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 محامي وعندي تاكسي يا أستاذي. أنا شادي خريج حقوق من وضع البلاد مخنوق. أنا شادي شادي خريج حقوق من وضع البلاد مخنوق. عايش سفري شيب شعري طول سفري وأنا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشيها سفري بأي شغل، الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. سمير جيب لي واحد ليم لو سمحت. لا 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 ذلك بيتك الديق المنق اللي ثلبته من الصبح. بلاش سليم خوران ليم يا اخي، جيب لي ليم لو سمحت غبان. لا لا ذلك عندك 150 لا لا ولا حبه ريال واحد. الله بيدلنا على 150 يا اخي، انا بكره ان شاء الله بدفع لك الحساب كامل، بس الان جيب لي واحد ليم على الحساب لو سمحت. لا لا ذلك تاكل يوم تقزعنا خبر تثرب وتهرب مثل اللي حاسبتنا. سمير حبلو بدل الليم برتقال، والحساب الاولي حقه صفيه على حسابي. اللي بلي شوقين بكله. وش التغييرات والحاجات؟ فين البهدلة؟ فين الخرق اللي كنت تلبسها؟ عملنا معاوز وشمزان الموسخة والشعر الرمة والحاجات اللي كانت تنزل. اتنظفت يا ليت اتنظفت. الحمد لله الحمد لله، ده كان زمان يا اخي. ما كنتاش كذا والله. اسمع اسمع، لا تجيبش حاجه، لا تجيبش برتقال للرجال ضبحان خصم مني طفران. انا اساله 720 للان ما جابش. ايش يعني سمير انت نزل والحساب عليا. في انت كله ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك اول انتك والنظافه، وساعتين هنا وساعتين هنا وساعتين بالفيوش، والله رزق. كوع بعينك قم ما شاء الله. قلنا ما شاء الله ما شاء الله. بس شوف الوضع اللي انت فيه مش مطمن. ليه؟ حاجه من الثلاث دي. ايش له؟ يا اما يكون لقيت كنز وهذا ما تستويش الا بالافلام، يا اما انك لقيت وراثه وانا اعرف اهلك كلهم، ده مستحيل، اهلك كلهم فقراء، يا اما انه سرقت، وهذه اللي انا متاكد منه. شادي احترم نفسك، هذه كلمه ما تعيدش. انا اشتغلت حصلت شغل عرق جبيني عم بولين عم بولين عم بولين. ما شاء الله. لا لا ايش من شغل ده عم بولين؟ اكيد اكيد الشغل ده بشركه ولا بمصنع كبير. شركه والله مصنع، سمعت انه شركه والله مصنع يجيب فلوس. اخي انت والله انك واقعي ومنطقي. طب اكيد شغلت بالرئاسه. يا شادي لا تحنب للناس، بلا رئاسه بلا شيء. امال ايش اشتغلت؟ ايش اشتغلت؟ مغسل ومكفين وحفر قبور. ما شاء الله. لا لا الشغله رهيبه. انا قبار. قبار وافتخر. قبار وافتخر. ما شاء الله عليك.
يعني تقالب الميتين كذا وتغسلهم؟ والله لا زربتني ديمي. لا 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 ليش؟ مش عيب. العيب اللي طلع برازيل للدور التاسع ما حسبنوش. ها اه طب يعني ايش فهم؟ انا ايش فهم يعني القبار والحاجات هذه تطلع فلوس وتنظف الادمي كذا؟ فلوس ما اقولكش عم بوليم. هم يجيبوا الميت اغسله قبله اللازم، يشتي تياب اكويله اكويله، اهم شيء قياس ربي. يعني ما شاء الله يعني قبار قدو قبار عادوا قياس ربي قبار. احترم نفسك، زمان كان اسمه قبار، الان اسمه مهندس حفريات. حالي حال المهندس الكهربائي، حالي حال مهندس الهواتف. هو ينزل تحت التراب صلح كيبلات، وانا اصلح كيبلات بني ادم. لا ما شاء الله، يعني وشغلك ما شاء الله السنه كامل ولا بس يوم يومين وترقد لك يعني لما ما يجي؟ والله ومواسم. مواسم انزل باخذ الديرك الحاجه دي. شبيه بذا الموسم الاولي. ها معك موسم الحمى. حلو زي الفرسيك زي الحاجات. ايوه موسم الحمى ده امسك بوش شوبه صاب الضغط السكري. معك حق والله. موسم الثاني موسم العراس. مش دخل العراس بالموسم حق الموظف. العراس أهم حاجة بشغلات. العراس يستوي بيه طاخ 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 عداد الرصاص الراقع يموت بشر. هلا على كذا الرزق عندك مليان وقت العراس. خصوصا الموسم الأولي. ايه ما شاء الله عليك ما شاء الله، يعني وشكلك كذا هنقمة داخل وحركات وبلاوي معك شكله. صادق؟ اه فت لاين هاك. ايوه السيارة ديك اللي هناك المركنة. قصدك السيارة السوداء؟ الترابي. ترابي يعني انت باختيارك للالوان ترابي؟ لا والله حلوه السياره. اعشق اللون الترابي. حلوه السياره دي حق من دي سياره؟ هذه سياره. لا تقولش. لا لا تقولش. سيارتي يا شاد. ما شاء الله عليك. انت ذا يعني الشغلانه دي عم بوظين. شادي ايش رايك نروح ابن غير لنا جو نجلس لنا كم يوم هكذا؟ قالوا نعم دي الأيام إيش ابنه عم تجنن جنة. شادي سيا سهير يعني قلتك تشوفينا كده جالسة طوز وجالسة تساقلك يعني وحدة تفهم معنا نفسها قعيب عندك دم مالك كده؟ يعني إيش؟ أنا جالسة أكلم نفسي من أول. ايش تي؟ لا اسمعي كنت تقولي على حاجه مدري ايش كذا الخضره والباميه ايش في بمالهم؟ ايش رايك يا شادي نروح ابن غير جو نجلس كم يوم هكذا؟ يلا يلا امشي 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 خلاص. ايش تهبلي يا سهير مالك تهبلي؟ يعني عاشب بيت الجيران انتي مش داري ايش اللي معانا ايش ماش معانا؟ وانا ايش ذنبي؟ ايش ذنبي يا شادي؟ ايش اروح اغير جو؟ ايش تبرد برد هنا حما عدن حما نار. ماش فلوس ما فيش فلوس يا سهير. تسلف مالش دخل صرف من اي احد من اصحابك كم الف نروح نقص لنا باب كم يوم؟ اصحابي كلهم يسالونا اسبوع واحد لو زيد اتسلف منهم بيسجنونا. طيب ايش جالس تفكر من اول؟ اكيد في وحده براسك يا شادي. ايوه وحده كذا قاصه شعري وحرك. مالك فاضي صار انا اجيب مصيبه ثانيه معي للبيت. فكر بحاجه ثانيه. لقيت اليوم واحد صاحبي فتره كذا ما اشوفوش، قلت كان شحات كذا يخور الريال خوره. كنت انا هبلو سلف احيانا. تخيل انا الشحات اللي تسلف من الناس كلها هبلو سلف. الان قضي دعس البياس دعس. طيب حلو. تسلف منه خلينا احنا نروح ابن برد قليل. لا ما افكرش اتسلف منه. ها. افكر بحاجه افضل. وايش افكارك؟ افكر اشتغل نفس شغله. حلو من غير ما تفكر، ما دام الشغله هذه بتدخل فلوس، اشتغل يا شادي وخلينا احنا نروح ابن برد. شادي ايش تحسب؟ احسب انك حرمه زي الناس. اسكتي يا اختي اسكتي خلينا قاعد اركز. روح افتحي. طيب يا حيب اخي انا بداله اللي هي تطمن على اخته. ما جيتش عشانك، ما جيت عشان شادي اتصل بي. على قزيل على الاقل قام مني بعد ما رده مشخص. قفل له القفه. قفلي لقفك انت اول شيء. وجدان حبيبي تعال اجلس.
اجلس معي اليوم لك خبر على بتقسي كثير كذا يعني بين الريال تشلك مني تعال نجيب لك كشيده ومعاوز وحاجات قوم اطبخي مالك قوم اطبخي اطبخي وزيدي الغداء لانه صهير بتغدي عندنا ها زيدي بطاط وحاجات يلا قم وجدان ايش بينكم؟ ايش بيننا؟ ايش تهابلي؟ ما تشوفناش الان جيت انام برا روحي ايش في؟ ايش انت انا؟ اسمعنا معي لك شغل بأكلك ذهب ذهب ومعاك ايوه يلا سلام حبيبي تعال اجلس اجلس مالك كده الشغل ده بيخليك تعيش ملك ملك وذهب ومعك دحين اسمع بتقول لي ايش الشغل دحين خارجنا سريع معنا شوف من البدايه لكن اكلمك الموضوع هذا والشغل ده الربح حقه نص بالنص يعني بندخل منتشر هكا طيب تمام ايش الشغل حاجه ثانيه كمان مهمه وبتفرق بي لان لما بعلمك الشغله هذه والمهنه دي مش تروح تشتغل مع حد ثاني وتكنسلنا طيب دحين قول لي ايش الشغل خارجنا الليل وقدان صيحت لي جد ولا نطق ولا تكلم ولا قال يا سهير ادخلي اطبخي بطلع دار تهيألي انني سمعت زي صوتك تهيألي انت غاوية تخيلي قالتها اسمعنا الشغل ده شغل مهنة انسانية هذا من انبل المهن على وجه البسيطة هذا يجسد اخر مرحلة من مراحل تواجد بني البشر على السطح المستديرة في درب التبانة بس هداء انا الكلام ده مفتهم لي شاهي خذك تعرفنا دحين اسمع كذا بي سريع كذا بحقنا الهدره دي السر ايش الشغل هبلك من النهايه الشغل يا عزيزي انا بكون اغسل الميتين وكفنهم وانت تقبرهم ايش قبار ايش لا ما فيش عيش في روتي من حق امس هي حمل روتي وخليها جنب الروز اصلا ما يعجبناش الروز انا عشان الكرش والحاجات دي هي. ايش تهبل انا اشتغل غبار انا اشتغل غبار اذا كنت انا خريج الحقوق بشتغل غبار بقل انت بلي منك انا طيب ولا ايش اللي منك سمعنا تعرف شوق اسمه شوقي صاحبنا ذاك يا اخي اخو ايمن اللي كان معه كوشك شوقي عرفت ذاك شوقي اللي ده المبهدل كذا اللي كل ما قزع احد شحته سيجاره هذا كان زمان موضوع الشح دحين هو بيهب لك سيجاره الرجال استوى بيس تو مريش الرجال معه بابور ولونه ترابي عشان تفهمنا انه بياس ومريش وبابور كلهم بعد الشغله دي بعد الشغله دحين مالكم عاد الرز ما نقاحش عاد الرز ما نقاحش غطيتي بنحنا مكانك داخله خارجه زي العصفور حق الساعه طن امشي احسن لك انك مش مزوق امشي تعال تعال بنكمل كلام نحن برا امشي الله مالهم اليوم اخي اليوم امسك من تحت اخي يديك يديك ولا رشاح يا اخي امسك عود بالله من هنا ايش معاكم؟ ولا حاجة بس خلناك بتجيبي كده بسكتي عشان ما نفزكش. رجعي روحي ارقدي روحي ارقدي. ايش ده اللي ورا ظهوركم مخبينا؟ ولا حاجة ولا شيء. ولا حاجة ده تريبلاي حق الدقاق، حق الدقاق بس نحسن دخل الآن. دقاق؟ ايش من دقاق؟ يعني شيء مالك كذا غوانة أقول لك روحي ارقدي تقولي بنسوي تريبلاي للدقاق وعشاء مش عارف ايش، روحي ارقدي. والله ما أنا إلا بعد ما أشوف ايش معاكم. دلع. دلع ايش ده؟ قبار خمسة نجوم تغسيل تكفين دفن اكسسوارات هي الاكسسوارات والله ولا قطعة جبت اكسسوارات اقصد انه ما فيش اكسسوارات فين جبت الهبالة دي؟ حق مين ده يا شادي؟ دي حق واحد صاحبي صاحبي اسمه فيصل قابل عند مسكين اقام من السعودية مش معه شغل فقرر انه يفتح حاجة في تدفين وشغلات مسكين ما عمري سمعت واحد من شلتك اسمه فيصل انت ضروري تعرفي كل اصحابه مالك شوف عشان تعرف العذاب اللي انا عايش به وبعدين اتدهورت يا شادي من متى تصاحب قبارين؟ اصاحب الجين استويت العفاريت قلت نزل وقتك انت يعني ما عاد فيش اي حاجه بعد تدهور بعد كذا ايش تقصد؟ اقصد هذا حلو تروحي ترقدي بيكون افضل لانه شكلك غوانه والله غوانه شكلك ده رقمك
رقمك يا شادي، ودول ليش مغطيلهم ها؟ محجبين دنا. انا اقصد انه يعني دنا عشان ما حد يهاوزنا ويجلسنا. بعدين يعني مكانك حافظ رقمي؟ اكيد يا حبيبي، لا يمكن انسيها، الحاجه الوحيده اللي في حياتي. ايش معنى؟ لانني ليل ونهار وانا اللي اعبي لك كنت الرصيد. يا رب يا رب تحول لي بوحده زيها يا رب. هي 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 خلحان نقدر بالداخل. هي تحت تحت ملوحة حق صاحبه والرقم رقمه بقزع بمزاجي. يا الله شادي سهير استحق ايش قيمك؟ ايش الدغدغة يا شادي؟ أمس تخوفني يعني في الليل والآن صحيني من النوم. صحيني من النوم؟ قومي قومي صحي الساعة 9. ما تعالي يا راق دالي أخي، بتزور سوقات يا أخي عشان تعرف العذاب اللي أنا فيه به. وديش له؟ تاب القاس داخل. روح أنت مالك يا شادي، مالك القاس تفقعني هكذا دي اليومتين وبعدين ترجع تقول لي ليش ما تخلفيش؟ طب خلاص خلاص ما عاد بقولكش، بس روح ارقدي روح ارقدي الآن روح ارقدي خلاص روح ارقدي. دلوعه حق صاحبك فيصل اللي قلبي يجيش له اليوم الصباح صح؟ ابدا ما قلت لك شنو بيجيش له اليوم الصباح، ليش الكذب؟ بعدين هو قال لي بصراحه اعلقه هنا عشان لما يجي قضوا في زباين وفي ناس قضوا عرف انه يعني وما لقينا ليش مكان صح يا وجدان؟ اه صح يعني فين نعلقه؟ هنا بالصاله ولا هنا؟ ما عليك يا سهير ما لي الان من الصباح. شوفوا انتوا الاثنين انا مش هبله بس حاسه انه في حاجه وراكم. لا إله إلا الله هذا حق الله. بانتي شادي ماكو فك إيش معك تقيم من الفقر؟ أنت اللي قيمت أنا ما له علاقة بيت أنا. أوه صح نسيت نسيت أنت بس إيش في إيش في؟ جبت لك ميت ملي عادوا الطريق تقول باغة أبدالك الله 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 الان كنت بمدراقه انا تعطوه متعه والله بيسالك قطر الزخم من عمتي يا اخي الترهيب والله العظيم تعجبنا خلاص 10% حقك ولا يهمك يلا يلا تعال بس امي عشان بوز معه خلوه يطلع هو اقول لك انا خليت البيكا بيتحرك قبل تبقاري جمل مشان نطحصه يا مش معك حد بدلعه يا اخي ولا حد نطحص العين مشان ما حد يدري اصلا منه لقمه مليح تعال انا بفهمك قبلنا قبلنا يلا يلا تعال بوز بوز كم الناس بوز بس شوفوا قليل مطاول على قليل مقاصر يا اخي اليوم بوز نعم سبر هو اصبر اصبر اطبق الباب يلا بوز بوز تهزه فين هناك يا اخي لا فين يا اخي يا اخي لا هناك بتعطب بتعطب هناك طب بالمطبخ المطبخ يا اخي لا بالمطبخ لا اسمع الا دوفه بالثلاجه بالثلاجه يا اخي لا مش بالثلاجه يا اخي معصصتهم يا اخي معصصتهم معصاص انت يا اخي فلوا يا اخي زحفتنا الصدق إذا خليه خلاص خليه هنا خليه تهوي خليه تهوي اصلا قلت حضو طريب دمه طب سمعنا ملا يعني دحنابة يا اخي اجهز لك هاتو الان وخارجه ولا ايش ايوه لا لا جهز لي اتوق على صلاه الفجر اصلا بيني وبينك اهله اتصلوا من داخل الخليج قالوا ما فيش معه احد كلهم مسافرين قالوا غسلوا وبدلوا وقشطوا قشط وقبروا وفعلوا العزاء وتخرجوا وتقاسموا بالوراثه يعني منه لقمه اقول لك من هنا انت بس قشطوا شتيو عروس ولا يهمك معي سنفرد اخر معي كرفته وحركات ما انت كلك انا واثق منك يا خالتي يلا سلام يلا 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 يا بارد شاي اي حاجه يا اخي ما فيش اي حاجه وزهير بتقوم طيب يا اخي حتى حلاوه وقهوه حق الميت مش الساعه مش الساعه طيب حتى ان شاء الله قليل شكر من تعرف انه ميت ملا بالثالثه بتقل فقيه مشي طيب يا اخي سمعنا قليل عبد الباسط مشان نعرف انه موت لا يا الله هو يا اخي التلوي يلا يلا واعمل حسابك معي مدراقه بالخسف ممكن تعلق ميت معي يلا هاي شوف يلا بعد قبل صلاه الفجر ها قبل صلاه الفجر تقفل قبل صلاه الفجر بجهز الامام والشله واثنين مصلين وبنقي قيصا يلا الله معك يلا حبيبي يلا حبيبي يلا الله معك حبيبي الله معك الله معك الله معك مع السلامه سلامه ولا يهمك انت بتتشيك اليوم انت عمرك مستوي لك زي اللي استوى لك اليوم ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك خذ ارتاح تلاقى مليان انت فواكه مليان انت حاجات يعني برطع بالبيت تمام ولا يهمك ولا يهمك الحمد لله من الخبط والخبايف
ايش في في كائن في كائن حايش الصاله ممدد ايش فكرت الحاجه دي ايش يلا يلا ايش الحاجه يا سهر مالك شادي 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 من هذا مدري انا اللي لازم اسالك من هذا اعترفي الان من هذا يا سهير من ده يا سهير وانا مش عارفني اني قد دخلت الصاله بشرب ماي شفت حاجه ممدده هنا ايش يا الله يلا كل البلاوي تحدف علينا ايش يا الله ايش ترى احنا ايش ده سهير تخبط الواحد انا غوام قام بجدارش الموضوع ده عم شكري منو عم شكري؟ اختي عم شكري ابو فيصل منو فيصل؟ صاحبي فيصل وش جابه عندي؟ وش جابه؟ لا لا مش عندي هو هنا كان انا بيني وبينك فيصل قال لي شادي خلي عندك بيومين وبروح برجع لا مش يومين يعني خليه عندك انا بروح يومين وبرجع يعني خلوه عندك يرقد فخليت يرقد هناك عم شكري عم شكري الله يهديك يعني بترقد هناك مش واقف على العز مش واقف على العز فبعدين خليت يرقد هناك واضح انه اقلها هنا شادي أنا مسكت النخرة حقه ولا تحرك حركة شكله ميت قتلت الرجال قتلت الرجال يا قاتلة حرام يتمتي أبنائه حرام لا 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 شو تجيب لي تهمة تمسك الرجال بالخرطة أكيد بيموت شادي بيكون جيعان لا هو مش جيعان هو تعشى ورقد هو الراقد ومرتاح بنومته مرتاح إن شاء الله مرتاح يا رب دحين خلاص خلحان إحنا كمان ندخل نرتاح الله يحرقك يا شادي طول الوقت انت تعايرني ما تجيبش قول وكلهم من حقك الفقاعة فقاعة بعد فقاعة الفقاعة خلاص ولا همك بشليلك الآن وبعد الفقاعة وبنشوف بعدين عدريك تدخلي شادي طرح له أكل هنا طرحت له 200 وبيتصرف طيب خليه يطلع ينام صحيها مش والف اشتي الأرض خلي صدق يا صهير ايش الشغله دي مشت معنا رب بصراحه مالك شوف كيف الاسبوع هذا اشتغلنا يعني ميت طالع ميت نازل بصراحه قلبنا الدنيا ايش انا والله يعني فرحان بتشتغله وكاننا اشتغل بالنبط يا اخي بعدين يا اخي شي الصدق انا ما كنت شي صار حق ذا الشيء انا كنت بالبدايه خايف الصدق بس لما شفتك كذا ما شاء الله يعني لسانك كذا حلو مع الناس يعني تكسبناها فلوس من بعد الشغله يا اخي ايش اسالك يا اخي الصراحه محرق يعني ابوك كان يشتغل دي الشغله بحكم انك كذا خبره لا الوالد الله يرحمه كان يشتغل كذا بس تدري انا ايش اسوي للاهالي حق الميتين اتوقع لهم لحن حزين اول ما يقولوا عندي كذا اقول لهم ايش وانا اغسل الميت ابوكم الله الله على وجه نور الله ايش عيونه كذا دابله كذا ناعسه ويدمع اكيد كان فقدان لحد اقول له اكيد فقدان لك انت ويتقشقش كذا بعدين اشوفه كذا الله على ابتسامه ده لقنته الميت هذا لقنته لانه يبتسم ويضحك ويتكعكع بالنداتي والله الله قصير بالله عليك في ميت يتكعكع في ميت يسووه نفسي اعرف ايش اللي بينكم ما نفسي تروحي تفتحي الباب بدون ما تحشري نفسك انا مصمم صاحب البقاله انا عندي حوايج حق الميتين ده لا شكلك غلطان يا ابني مش حقنا الا لك كل مره جيت وجبت لي واحد طويل وهبل وواحد من الخيق طويل وهبل ايدهم وجدان من الخيق شادي شكرا ثاني مره انا خلوا انتم منزلوا شلوا حاجاتكم انا تعبت طالع نازل الحوايج هذه نعم حق الستين مدري حق المتين حق الميتين حق ايش؟ حق لا حق المشتتين لانه صاحبي تعرفي يا صاحبي فيصل الله يهديه عائلتهم كذا مشتته كله وبعدين اخذها يعني يروح يجيب حوايج عامه لا خلاها الحوايج عندي فانا انزله كل يوم قليل عشان عائلته يعني كذا خالاته وهلو مشتتين يعني حوايج حق الطبخ حوايج الطبخ وبعدين ده فيصل بيجي ياخذهم ولا لا؟ والله بيعمل لي زي اللوحه بيخليها كذا ها وانا بنزل اللوحه وبنزل كمان معي الحوايج على قليل ان شاء الله بنتخارج من كل الامور والمشاكل احنا كذا بنكون كل يوم ننزله على قليل ثم نكمله لازم اعرف ايش اللي بينكم عادي سكل السكه عادي سباتاس ايوه سعدي من سعدي او كسروا يدك لكن من سعدي من هذا بيت سعدي ايوه بيت شادي هذا بيت سعدي كبار لا شادي عبد الحليم يا كريمه قولي سعدي لام انا محمد عند الباب تعال
انا في تمام ایک کرتا ہے محبت زندگی ٹھیک ہے اچھا بھیا قولي سادي لا محمد دندل باب اسی کلمك انت تشتمني يا اخي تشتمني شكلك غلطان غلطان هذا بيت سادي كبار صح؟ لا غلطان شادي زوجي محامي كبير وسوى وقتك سي بس ايوه ايوه في معلوم هذا كلام بس هو كمان كبار قولي له لام يقول لك محمد عبد الاله لام جيب فلوس مال الكفن يا اخي انت شكلك مصلب على فكره اقول لك زوجي مش كبار زوجي سايق تاكسي بس لا انت كده تغلطي عليا هذا مش سكه 17 وانت سهير؟ لا كمان يعرفني ايوه انا سهير من انت؟ انا محمد عبد الاله قولي سادي لام جيب فلوس حقك حق الكفن مال الكفن ولا محمد عبد الاله لام دهين بيجيب لك يسول لك من جنب الباب لا بخرج كاوشك على فكره انت ما تفهمش اقول لك زوجي مش قبال يعني انت ما تسمعي كلام طيب خلاص انا اذا ما في فلوس قولي سادي 10 دقائق انا جيب صورتك للبيت تمام سهير؟ ايه تمام منو ده؟ لا الموضوع كبير محمد عبد الإله وكفن ولوحة وقبار لا شادي أدي ولا شيء صباح الخير سويت لنا قرع شادي أجالك محمد عبد الإله يدور حق الكفن نہیں ہے بہت ٹائم کے چلا کر رہ جاتے پیسہ ہے نہیں ہے ماں نے کہا دفعہ تو محمد عبد الله من محمد عبد الله انا ما اعرفش الاسماء هذه بلدي انا في معي واحد صاحبي كذا بالواتساب كذا نتراسل انا بالجروب بس ما اعرفش حد ثاني مالك يا شادي مرتبك انا مرتبك اطلاقا انا مش مرتبك حتى سالي نعم يا كريم انا مرتبك شي قالت لا شادي كيف الشغل معك اليوم تين؟ الشغل حلاوة صح إنه في أزمة مرور وأزمة بترول وأزمة ديزل وأزمة غاز وأزمة أخلاق وأزمة أمم لكن الحمد لله ماشي الأمور ماشي الحمد لله شهد إيش تشتغل؟ أنا في النفط أنا في أشتغل تاكسي مالك معقول نسيتي معقول يا روحي يور شاور؟ شاور يا سهيف؟ لو أنا داري إن إنجليزيتك كده رمة فتنش زوقتك لا اسمي ار يو شور انا نسيت الانجليزيه من زمن على فكره عذر انا متاكد ايوه بس انت مالك كده اليوم مالك شادي ايش تشتغل اعترف يا شادي انا ما انا سواق تاكسي اعترف يا شادي انا بقول لك خلاص بقول لك يا سهير بس رجعان بدون زريت وجه بدون الحركات حقك ديك اللي تفقع يلا بصراحه يا سهير انا انت ايش انا ها انا مكفن وكبار ايش كبار اني زوجي كبار لا 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 يعني ايش يا شادي تروح تغسل الميتين وتجي ترقد جنبي لا 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 صار بيني وبين الميتين عش وملح لا شادي ها أنا ماليش مكان في هذا البيت سهير نهية نهية لا لا أنا أكره الصبعة هذه لا تعمليش بالتنتين لا سهير ما ينفعش يعني الموضوع مش مستاهل تشلي بقشتك وتروحي لبيت أهلك عيب على فكرة دي مش بقشتي ها تمام كل اللي بيننا انتهى يا شادي شل بخشتك وعلى بيت امك على طول سخط بالمجرمة سخط بي انا برويك يا سهير برويك انا سهير ساي بيننا قال لي انت بتمهاشيهم مجرمة واحدة خلاص يا سوسو يعني صافي لبن خلاص حكم الله وبعدين ما دام انك تقبلي فلوس خلي بيا قهوه يا قهوه بطلي دلعه لاتي الشغل مش عيب الله يبوزي قد ما حد بياكل بياس ابني الا انتي واه يا بياس ركزي يمكن مش مركزه اهلاتي جنبك شوفوا ها انتوا تنتين ما تبدوا تتناقموا باش نفسي بروح انا اليوم معي خرقه مهمه وبنشوف لك على الكروش مزاجي الله
الله الله ما شاء الله ما شاء الله والله القبر يقول قلت لي معك خديجة ولا معك قبض بتروح تحفري اسكتي اسكتي بالك على الاقل ابني احسن من غيره ما يغسلش الميتين بغسل حنيه افتوب الخياب للي احسن مكفن بالحافه ابني اساسا يقولوا من اطراف الصين عشان يكفن موتاهم فرعوني ما بس 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 خلاص نحن نسد وانتو تتقاشروا وبعدين وحده ابني قبر والثاني يغسل يعني كلهم بالحوا سوا لا 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 دونا تنتين شلون الشرطة ما هدا يعني بذلك وانت كمان عم اهدوا يعني كذا وتصالحوا حاولوا كذا تتصالحوا لانه بصراحة يعني اليوم احنا بدنيا وبكرة باخرة بقبور يعني اتخاو تخاو حاولوا تتخاو اسمعنا دونا العقيز شلون قبر واحد والله من العقيز واحد اثنين اسمعنا ايش بيقع برزة ومناقبة داخل قبر ديك بتقول لي انفسي ضايقتيني ديك بتقول لي هربي وسختي حقي كمان وسختي زي يومك وزرقتني ديني يعني بعد اخدها منك كده علينا بالدنيا عرفت شو تربطني فيها بالدنيا والاخره يعني ايش بيوقع يقع لي عذاب الدنيا واخره ما هذا من الصبح جالسين تصايحوا معاكم خبرت موتى وخبور هل تعلمون ان الحديث عن وي 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 يا حديث الحين مش وقت المحاضرات حقك بقول لك اني حاجه مش انت على اساس بدك تتخرجي دكتوره ان شاء الله تمام بجيب لك حال انت واخوك كده مع بعض اشتغلوا حاجه انت تكوني موتي الناس يغسلهم ما لا عادي طبعا بنفع ابنك بنرزقه ويقبرهم عادي عادي اهم حاجه الكل يستفيد الكل يستفيد ايوه وبعدين الطب مهنه وليس يعني مهنة للحياة وليس للموتى وكمان في فوائد ولها مبادئ كمان انت كمان لازم تتخلي عن مبادئك عشان اخوك عشان يعني يترزق ويطلق شختي وتتشرد صح بلا بس 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 خلاص دوشتوني من اول وانا قاعد ساعد العد كمين وحدوه لا اله الا الله ايوه ما تسمعوا ولا مين بوش قالوا بوش مات واضح حيل الشغله اهلا اهلا يا ابا كيفك يا بنيه الحمد لله انت ايش اخبارك وادي الاصفر ده حلابش الاصفر ده زي ميول هذه الوانتي بانتي ايوه بانتي وانتي كله ريد كله بقعه زينه ايش اخبارك يا ابا والله الحمد لله تمام البقعة ريضة زين ونقول بس والكلام ده اللي سمعناه هو صحيح الكلام ده ايوه صحيح قد احنا تصايحنا يابا وبس بالنهاية سدينا يعني ما حصل يعني شغلة تانية غير تغسيل 200 والله يابا كل واحد وربنا كاتب له رزقه من مكان وبعدين بيني وبينك الشغلة دي بيها وعدي بس نبغينا ندعي له بس ما نقول والله حرام يا بني يا حرام ليش حرام يا با لأن لو دعينا له إن الله يعني يكثر برزقه ويكثر من 200 والله حرام إن شاء الله عليك يا با ما شاء الله كل شيء عندك بحسابه أمشي الحساب ما يقع فينا ولو يقع فينا يكون يعني السلام عليكم وادي كيف حالك يا عم؟ تمام زين ريب مين؟ الباش مغسل شادي جديدة دي جديدة يا عم نقول بس جديدة هم يقولون المهندس يا باش مهندس صح لا نقول يا باش مغسل شادي حلوة بغيت نغنيها له لا حلوة يعني واحد كذا يدلعها تستاهل الدلع صراحة بندلعها كأنك انت ما تريض بنغنيها اليوم ابي سلي الله يسلي على قلبك يابا هيا عشان كذا أنا بقوم اصلح لك الا شاهي احمر وخمير حالي واجي بنا الله يحفظك يا بنتي بس
لودي اللبن لا تجي يواعة يعني ما نعرفش. طيب يعني لو كانت قوعية كذا بتطلع لمين يعني؟ كذا ما شلت منك إلا بالطبع بس ولا شلت منك شيء. بالله عليك. كيف حالك؟ مام ريض زين زين. يعني ما فيش كذا ضغط ولا حاجة؟ من ضغط لا نلعب ضغط كل يوم بالبقالة حقي. شوف طيب ملزقين ونحن ونقول طيب يعني ما في بكش كذا يعني كذا ولا كذا سكري مثلا؟ عاد الحين انت وامن سكر وامن رز وبغيتنا نبيع بالبقالة حقي ولا وا؟ يعني انا اقصد انه كذا يعني بصراحة مستغرب انا يا معبود يعني كل الناس اللي بسنك يا قرطنة اللي فيه بو ضغط اللي فيه بو سكري اللي فيه بو شلال اطفال اللي فيه بو كأنك دحين انت بتحسدنا على عافيتي ولا وا؟ لا ما فيش حاجة ما فيش حاجة ولا هم ولا هم مالك دحين انت؟ اسمع نعم انا ايش اتجمل معك بصراحة؟ انت؟ ايوه تتجمل معي ليه؟ ايوه وا لا جديدة والله جديدة الشغلة امهلنا وشوف انا بعينك وا لحظة بالطول بقاي تتجمل معي وهذه الشغلة والله قلبي تتجمل معي ليه؟ تفضل حس هذا تفضل شوف على قماش شوف على قماش وامن قماش ده هذا والله العظيم انه قماش اصلي وموضه يستاهل ديمك وامن ديمك والحركات دي قال ديمك هذا كفن يا عم عبد وامن كفن قال كفن ده والشغله دحين دي حق قال كفن بغيت نموت والشغله دحين دي مريض وهذا دحين ده شوف الظاهر ان الكفن ده مسكنا ولا وا والشغله طب انا اقصد شوف البز قال لك من بز لا قال لك بز نابارو حق البقاله قال لك وا ابا من مالك في الريح تشتي الشاهي بسكر ولا بدون سكر؟ من سكر وا وانت ملقي الاصفر ده تقول واضح الوا يقول الشغله بغى نموت والبقاله حق ملقيها البن وانا اقول عني عقليه تياريه واضح الشغله من عبود روح قال لك عبود وا عبود هلل بغنا لك الاخره يا الله راح علي زبون دسم عرطه اخي اليومين دي الشغل تعبان واقف ايش ده يعني دي اليومتين ولا حد مات اخي ايش نسوي طيب اسمع خلينا اتصل بامي اخي اتصل شوف كذا الحال الواقف ربح انا ارتكب جريمه شكلي بقتل احد احضا يقتل احد لحظة يا بانتين احضا في ميت داخل ولا لا شوف الو أما كيف حالك؟ فينك أما اليومين دي ما حد يشوفك لا جيتي ولا وصلتي ولا فينك ملا فينك؟ افتهم لك إنه في حاجة صح؟ طب بدخل لك في الموضوع ما بصراحة كذا الشيء أقول لك يعني أسألك في حد مات عندكم بالحافة ولا شيء؟ ولا حد؟ حرمة بس وحدة؟ طيب حرمة لا طيب اسمعينا طب اتصلي كيف بأهلك كذا بالبلاد شوفي لو في حد مات من النوم هنا ولا هنا والله بسوي لك عرض رهيب يعني غسل عرايسي حاجة كذا منقش يعني والله ولا يهمك سوي لك عروض الو ما الو ماله امك طبقت زعلت ليش نعم قلت لها لو واحد من اهلك مات ولا حاجة اهلها ما بيموتوش اصلا ولدت كمان عرض خاص ومش عارف ايش وكفان خاف الله بناقص تقول له بنقزع له جوال هدية معه والكرت علينا كمان لا نحلي بالموضوع نمشي السوق اليومين دي بصراحة السوق تعبان الحين كيف يا أخي إيش العمل؟ ما أقول لك إلا خير الموضوع شكله إلا موسم حريم يا عاقل الحريم كله متماوتد الأيام والله من صدق يا أخي قبل يومين ماتوا تنتين عجز عندنا بالحافة أيوة أخذ الموسم موسم حريم طيب والحال يا عاقل بس انت داري انه ما يجوز مكفن حريم انا داري انه ما يجوز بس لو الحرمه هي اللي تغسل حرمه شغل انا وقف ده ايوه طيب اهلا يا اهلا بالغالي يا ام الغالي وين سهير ابعدي من جنب
حبيب بودي. مالك يا عم مالك؟ تفتقع مني؟ وي سهيل شوفي ها، ابليس كله يفتقع منك، مجنونه وهفه وزادت كمان تغسل ميتين. الله يسامحك، الله يسامحك يا عمه. يسامحنا ويسامحك، بس خليكي بعيد. يقعدني ان شاء الله اخدمك بداك اليوم، لكن سهيل ايش من يوم؟ يوم تكوني ممدده كده فوق المغسله، اغسلك بنيه صافيه وانزلك للقبر عروسه. الله يقلعيك، شد ميديني يا زهير، شد ميديني. الله اكبر عليك، لعنيني خلاص، ما بقاش تثبت. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك يا زهير. تعالي مالك افتقعتي؟ والله بأكفنك بكفن سوسني، لكن لوني داريه كنت اشتغلت بالشغله من بدايه الحلقات الاولى.